عندكم طلابنا الغاليين طلاب الثالث متوسط وعندنا اليوم لسن ينسوى. ليش؟ لسن 6 ولسن 7 طلاب لسن 6 كله شفوي بس اطلاع على معاني كلمات كله شفوي ما عندك شيء تكتبه بس تعرف معاني كلمات هنا الدراجة الهوائية العادية اللي تاون بايك ان هنا عندك الماونتن بايك الجبلية الفريم مالتها الجير الويلز يعني التايرات وهنا الفريم الهيكل يعني مالتها وغيرها كل اللي عندك بلسن 6 كل استماع كاسية شفوي لذلك ما راح توقف يمه مجرد انت باوع الحلول ونشاط صفي وتسمعون كاسية بالصف تطورون نفسكم باللفظ يعني بالاستماع لكن كسؤال وامتحان لا بس معاني كلمات اللي عندك اما بالنسبه لي لسن 7 لا هذا بي شغل بزمن قواعد عندنا كلش مهم باقي ويانا للسادس اعدادي اذا شوف لي لسن 7 هنا وين ويل ذا سكول اكتيفيتي ويك ستارت متى سيبدا اسبوع كذا فعاليات عندهم شلون مهرجان سكول اكتيفيتي وهنا عندك مفردات ويل ذا سكول اكتيفيتي ويك ويل تشوف المستقبل شوفوا طلاب هاي هنا عندك الصور نتخطاها معاني الكلمات ان كل صوره ويا يا درس يعني هذا ويا الارت هذا ويا الساينس هذا ويا الانجليش اوف هاي الشغلات البسيطه تعالي على موضوعك الاساسي اليوم لما نريد نتكلم عن المستقبل من نريد نقول شيء بعدني انا ما مسوي بس ناوي باكر اسوي او احتمال باكر اشوف فلان فمن تتكلم عن المستقبل عندك طريقتين يعني. طريقة من أنت شيء متوقع يصير يعني ما عندك يقين 100% راح يصير بس احتمالية يصير أو محددي لك وقته راح تستخدم ول عندك بكتابك محددي لك ساعة حدوث الشيء أو شيء متوقع راح يقول لك ول ولو أنا شوي عندي اعتراض على أنه من يذكر لك ساعة حدوث الشيء أنه تستخدم ول بس خلينا على منهج الثالث متوسط والمطلوب منكم كوزاري ما أريد أخربطكم أما بالنسبة للشيء اللي أنت مخطط دا تريد تسوي يعني أنت مهيئ له ودا تسعى له مثلاً أكو لعبة باكر تريد تروح تشوفها ويا جماعتك كلمة أريد يعني الجملة intention غرضية فالشيء اللي أنت مخطط له وتريد تسوي ما تستخدم له will تستخدم going to سوف أريد بمعنى أريد بعض جمل فاعل will ومصدر مجرد بالإثبات The program البرنامج will start at 7 البرنامج يبدأ عند السابعة وهذا الموضوع شوي راح يصير يعني مربك عندك بالسادسة إنه بيه خلل بس إحنا هسه ثالث وهذا راح نتحاسب عليه The program will start at 7 راح يبدي البرنامج بالسبعة فاعل will أو will not زائد مجرد إذا نفي يعني أنت ما عندك عندك فعل مساعد هو will والورافع المجرد هاي لا تصاريف لا ماضي لا اس كل شيء ماكو فاقول ذا لسن ويل نوت فينيش ات 6 ما يخلص الدرس بالستة شوف دائما بالثالث من ناطيكم ساعه يعني ويل ويل او ويل نوت اداه ويل اذا عندي اداه سؤال وير ويل يو جو وات ويل يو باي هاي الاشياء وين ويل ارت ستارت وقت يبدي درس الرسم هذه إذا أكو أداة وإذا ماكو أداة سؤال ما لازم بدل ما أقول هي will أقول will he أو the lesson will start أقول will the lesson start إذن هنا طلابي باعوا نمط الأسئلة when art finish ويقول لك write a question وحتى يكون السؤال أصح أنا ملتزمة هنا بمنهج الثالث ترى برأيي المفروض يكتب in the future form حتى الطالب لا يكتب حل آخر صحيح هنا وين art finish بهالشكل راح يجيب لكم إياه فراح تقول when will art finish when will art finish شو وقت يخلص درس الرسم art will finish at 12 يخلص ب 12 أمثلة مهمة عن الـ future وزاريات انتبه وياي the charity activity أعمال الخيرية will لو are going to start at 10 حتقول لي ما طول ساعة حقول will start at 10 the sport activity نشاطات الرياضية يعني فعاليات are going to finish at 12 لو will finish ستذاكر لي ساعة فأقول will finish when will the sport activity
finish لو finishing last عندي will أقول مصدر. The match is going to start ما أقول is will صح لو لا فأقول is start last أقول is will start غلط is going to start و I am will see ما طول I am إذن going to ببساطة ليش انتبهوا من شفتوا الآن رح أقول لكم إذا I am going to زائد مصدر مجرد إذا he أو she أو it أي اسم مفرد رح تقول is going to زائد مصدر مجرد أما إذا they أو we أو you أي اسم جمع كملوها أنتو إيش راح تقولون are going to وهو شيء مخطط له I'm going to I'm going to شنو I'm going to see a football match أنا مقرر رايح أباوع مباراة كرة قدم نجي على تمارين النشاط شفوي اقرأ الجدول ما مطلوب نشاط صفي شلته إذن write five more sentences like the ones in exercise اكتب أمثلة إضافية مثل صورة الكتاب راح أقول له art will finish at 12 sport will start at 10 English will start at 9 الباقي شفوي وصلنا لتمرين الرابع اللي هو يقول اكتب أسئلة لهاي الأجوبة شوفوا من راح يطلكم إياها بهالشكل يردون منكم الأسئلة تكتب بالفيوتشر أنا برأيي المفروض يقول write the question in future tense بالمستقبل المهم when English start إيش راح تقول حتقول when will English أو the English activity start it will start بالتسعة تسعة ونص when art finish when will the art activity finish how long science last how long will the science last كل اللي تسوي أداة will فاعل فعل مجرد أداة will فاعل فعل مجرد when sport finish when will sport finish when charity activity start when will charity activity start اللي هي الأعمال الخيرية وهنا انتهى lesson 6 و 7 ونلتقي إن شاء الله مع lesson 8 thank you